Hello, my dear students. Today we will have a new lesson. Our lesson is about the computer mouse, Unit 4, Lesson 2, page 55. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، اليوم رح ناخذ درس جديد اللي هو في الفصل الرابع الدرس الثاني، A computer mouse، صفحة 55. A computer mouse is not a real mouse. الماوس الموجودة بالكمبيوتر هي ليست فأرة حقيقية. But it looks a bit like a real mouse. لكنها تقريبا تشبه الفأرة الحقيقية. And that's how it got its name. وهكذا أخذت اسمها. Computer mice are made from plastic. المايس مات الكمبيوتر، طبعا قبل لا أشرح المعنى، المايس هنا هذه جمع ماوس، هذه المفرد وهذا الجمع. أكثر المايس مات الكمبيوتر هي مصنوعة من مادة البلاستيك. Most mice have two buttons، ولديها زرين، أغلبها لديها زرين اثنين، a left button and a right button، الزر الأيسر والزر الأيمن. Some mice also have a wheel in the middle for scrolling up and down، وبعضها لديها عجلة في الوسط للتحرك للأعلى والأسفل. Learning to use a mouse is important. تعلم كيف استخدام الماوس شيء مهم. لماذا؟ Because it lets you do many things. Navigate the internet تجعلك تفعل الكثير أو تمكنك من تعمل الكثير، مثلا التنقل في الانترنت. Play games لعب الألعاب. Control your computer or laptop وتسيطر على الكمبيوتر مالتك أو الحاسوب أو اللابتوب. You must hold your mouse correctly. يجب أن تمسكها بطريقة صحيحة. Here is a picture to help you. هنا صورة تساعدك تشوف هنا كيف تمسكت الماوس. عندك خطوات يجب أن تتبعها. You should keep the mouse flat on the desk or table. يجب أن تكون مسطحة على منضدة أو على الرحلة. Place your hand، ضع يدك، over the button، فوق الزر، part of the mouse، جزء من الماوس. Put your thumb on the side of the mouse closest to the computer. ضع إبهامك في جهة الماوس قريبة من الكمبيوتر. Put your index finger on the left button. ضع سبابتك في الزر الأيسر مثل ما هنا موضح بالصورة، هذا index finger. Put your middle finger on the right button. والأصبع الوسط في الزر الأيمن. Put your other fingers on the far side of the mouse. وضع باقي أصابعك بعيدا عن الماوس. Keep your wrist straight. وضع يعني اجعل الرسغ مستقيم. أسئلة حول الموضوع. Why is it called a mouse? لماذا سميت ماوس؟ Because it looks a bit like a real mouse. لأنها تشبه الماوس الحقيقية. How many buttons do most mice have? أغلب كم زر أغلب المايس عندها، يعني أغلبها كم زر. Most mice have two buttons. أغلبها لديها زران اثنان. Three. What do you use the wheel for? لما تستخدم العجلة؟ I use the wheel for scrolling up and down. أستخدم العجلة للتحرك إلى الأعلى والأسفل. Which finger should you put on the left button? أي أصبع يجب أن تضع في الزر الأيسر؟ I should put my index finger on the left button. Where should you put your thumb? أين يجب أن تضع إبهامك؟ I should، مدام you، أجاوب بأي. I should put it on the side of the mouse. يجب أن أضعها مثل ما هنا موضح بالصورة، الثمب هنا side، وهذا الindex finger، وهذا الميدل finger، وهي others fingers. هذه
طريقة الاستخدام بالنسبة للماوس. وهذه بعض الأسئلة، وعندي طريقة أخرى نفس هاي الأسئلة بس بطريقة أخرى ممكن تجي بالامتحان، يا أما جواب كامل أو اختيارات أو فراغات أو true false. Answer the following. أجب عن التالي. Number one. Why it's called a mouse. لماذا سميت ماوس هنا؟ يعني شنو مطلوب جواب كامل؟ Because it looks like a real mouse. لأنها تشبه الماوس الحقيقية. طريقة أخرى للسؤال. It's called a mouse because it looks like the real one. إنها تشبه سميت بالماوس لأنها تشبه الماوس الحقيقية. True or false؟ أكيد راح تكون true. Two. Most mice have فراغ buttons. Three. Two. عندي اختيارات. أغلب المايس كم زر لديها؟ Two. اثنان. Three. Most mice are made from. يعني طبعا هنا فراغ واختيارات بين قوسين، عندي متل وبلاستيك، أغلبها مصنوعة من شنو؟ من البلاستيك. هنا طريقة أخرى للسؤال. Are most mice made from plastic؟ بين قوسين خيارات اثنين. Yes they are. No they aren't. احنا قلنا أغلبها هي مصنوعة من البلاستيك، إذن yes they are. Number four. We use إن الفراغ طبعا هذا قبل لا أجوبه. On the left button. المنو أستخدمه في الزر الأيسر thumb or index finger؟ أكيد راح يكون index finger. عندي هنا طريقة أخرى للسؤال، هنا المطلوب جواب كامل. Which finger do you use in the left button؟ I use the index finger in the left button. أي إصبع تستخدمه في الزر الأيسر؟ اللي هو طبعا راح أستخدم ال index finger. سبابة. We use the wheel of the mouse for scroll. طبعا هنا هو فراغ واختيارات. Up and down. عندي playing و scrolling. أكيد راح أختار scrolling. أستخدم المن الويل بالماوس للتحرك إلى الأعلى والأسفل. 7. Keep your wrist straight. أنت يعني حافظ على أن تكون رسغك مستقيمة. True or false. أكيد راح تكون true. هنا يعني نمط آخر للسؤال. Keep your wrist فراغ بين قوسين straight not straight. مستقيم وغير مستقيم أكيد راح تكون الجواب straight. السؤال الأخير. Learning to use mouse is important. يعني تعلم استخدام الماوس شيء مهم. True or false؟ أكيد true. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أتمنى أنه يكون الدرس واضح وتكونوا استفدتوا من عنده. أرجو أنه اللي يدخل قناتي أول مرة أنه يشترك ويسوي مشاركة ولايك، واللي عنده سؤال يكتبه في التعليقات وأكيد أنا راح أجاوب. شكرا لإصغائكم and goodbye.